Kenapa golongan Syiah hanya mencela Aisyah radhiyallahu anha? Apakah ada istri lain Nabi lain yang lain yang tidak disenangi oleh Aisyah? Ada selain Aisyah, di antaranya adalah Abbas radhiyallahu anha. Dan secara umum mereka kurang hormat terhadap istri Nabi SAW. أنتم أهل كتب الشيعة. جمهور علماء الشيعة لا يرفضون الطعن في عرض أم المؤمنين. ظهر متطرفين مثل بعض المخمولين الذين يظهرون في بعض القنوات ويسبون السيدة عائشة وينالون منها المرجعية ضدهم، فردوا على المرجعية بالسب والشتم. خلافاتنا مع إخوتنا من الشيعة في رواقات العلم نتناقش فيها، لكن لا أقبل أن أكثر.